اول حاجه هنبدا بيها هي جلاش الفراخ. علشان نعمل جلاش الفراخ محتاجين لفه من الجلاش من اي نوع انتوا بتستخدموه، بصل مبشور ناعم، صدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره جدا، زيت، زبده، مشروم شرايح، كرات مفروم، كرفس مفروم، جبنه تشادر وجبنه موتزاريلا مبشورين، ملح وفلفل، جوزة الطيب، قرفه، جزر مبشور. خلاص اول حاجه هعملها هحط فيه الووك، معلقه من الزيت، هنزل في معلقه الزيت دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بصل مبشور، كرفس، كرات، جزر، مشروم، جوزة الطيب، قرفة، ملح، فلفل اسود، هقلب دول وبعدين هنزل عليهم الفراخ. يا مريم يا دوبك الخضار كده هو سخن ودبل، هقوم جايباه على جنب كده ومنزله الفراخ عشان ابتدي بعد كده ايه ادخل كله في بعضه، بس الفراخ تكون كمان اخدت حراره كويسه. في الكاسرولة هحط نص زيت ونص زبده او سمنه، زبدة بس، سمنة بس، زيت بس، كله هينفع. فآدي الزيت وآدي الزبدة يا مريم، معلش كلميني تاني يا مريم. بصوا أنا هزود هنا الزبدة التانية علشان ده اللي أنا هعمل بيه الثلاث صواني بتوع الإيه الجلاش، واللي بيتفضل أنا برجع تاني أحطه في برطمان وارجع طبعا استخدمه لبقيه الاكلات عادي خالص، ما بيتهدرش يعني. طيب الجلاش اهم حاجه فيه انه يفضل لاخر وقت متكيس لانه بينشف بسرعه جدا. انا زي ما انتم عارفين التكنيك اللي بنشتغل بيه ما بهدرش من الجلاش خالص، لكن اذا انتم هتعملوا حاجه في صينيه مثلا اصغر من الجلاش او هتشكلوه حاجه معينه وهيتفضل بتسيبوه بعد كده ممكن تعملوه صنف حلو او تعملوه ام علي. ازاي؟ هتحمصوا الجلاش وبعدين تحطوا عليه الخليط بتاع ام علي، او هتحمصوه وتحطوا عليه سكر بودره وقرفه. ندخل بقى كده خلاص المقدار كله مع بعضه لان الحراره ظبطت. الفراخ لازم تكون مستويه على الاقل 3 ارباع سوا، يعني يا سوا كامل يا 3 ارباع سوا. ليه؟ علشان وقت سوى الجلاش مش هيكفي لسوى الفراخ ولا اللحمه.